أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحلك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام. طيب ابقى طمني وأنا ساعة وأكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانة؟ والله مش فاهمة مين اللي لازم يزعل من التاني، أنا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه؟ أهو أهو مش انت هي فين؟ يا ست مالك هاني؟ أيوة انت، تقرير خبير طلع أهو، وكلام أنا اللي طلع صح يا بنت أخويا، تزوير 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 افندم. بتزوري امي تابوكي بعد ما مات يا ملك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول، الخبير اللي المحكمه حورت له الاوراق هو اللي قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما تقري الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني، روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لا. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. هو ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت وارثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرأ لك؟ ولا تقري أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني؟ بتطرديني يا مرق؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10، انما مفيش فايده. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استحملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي ماشي، نزل ايدك ورحمه أبوك الغالي لزجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هزجنك. ومش عاوز حد بقى يقول لي ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هزجنك، أنا حلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما دوختيني. هزجنك يا ملك. أشوف وشك في السجن. مع السلامة. مش كفايه لحد كده؟ يعني بلاش اقول لجوزي؟ سيادتك اتصلتي على كل التليفونات تقريبا ومحدش رد. انت مستعجل على ايه؟ هي النيابه هتطير؟ وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش راضي تقول لي؟ قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. ما هو ده اللي انا مش فاهماه. ضبط واحضار ليا انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا في ميس اندرستاندينج. امر الضبط والاحضار باسم رشا محجوب. مش سيادتك رشا محجوب؟ ثانيه اهو التليفون بيرن. الو مين معايا؟ الو ايوه يا اميره. مادام رشا حضرتك بتتكلمي من البيت ولا انا بتهيألي؟ نديم فين؟ موبايله مقفول وما بيردش على الدايركت بتاعه، وصليني بيه حالا. لا اصل انا لسه واصله المكتب فمش عارفه اذا كان موجود ولا لا، لو مش موجود تحب ابلغه حاجه؟ يا
انت هتحوري؟ بقول لك لاقيهولي حالا وخليه يكلمني على طول. طيب ممكن دقيقه بس اتاكد اذا كان موجود ولا لا؟ دقيقه. ايوه مستر نديم، مدام رشا على التليفون. مش عايز اكلم حد يا اميره، قولي لها ان انا سافرت المزرعه وتليفوني فصل. اوكي اميره استني، قولي لها ان انا في ميتنج وان انا هرجع البيت على الغدا، قولي لها كمان انك حجزت لنا على العشاء بره انا وهي، ولما تقفلي معاها عايزه تعملي فعلا كده، احجزي لنا مكان فيري رومانتك، كاندل لايت دينر يعني. اوكي ميرسي. اظن كفايه لحد كده ويلا بينا بقى. انت عملت كده ليه؟ ده انا كنت اون هولد، يعني خلاص كانت هتحولني بيه. مدام رشا من فضلك يلا. طب انا بنتي في المدرسه وانا مش فاتحها شؤون اجتماعيه يا مدام، واظن في شغاله هنا برضو، ولا انا غلطان؟ اتفضلي سيادتك معايا. انت خدت ده ليه؟ محتاجه معايا. هو في ايه بالظبط؟ مش عارف والله. اتفضلي. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا استاذ جلال؟ ما تفهمني مين اللي يعرف؟ وازاي ده حصل؟ ازاي البيه الخبير يقول في تقريره اني مزوره قيمة ابويا؟ هو انت مش كنت حاضر معانا كل حاجه؟ طب بس استهدي بالله كده وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل؟ تتحل باماره ايه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمه ولا عمي؟ على فكره انا دلوقتي بس فهمت انت ليه ما كنتش عايز محاكم من الاول، وكنت عايز تديله قرشين ونفضها سيره. طب لما انت مش قد القضايا دي ما تكون صريح معايا من الاول، بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك انا مراعي الحاله اللي انت فيها، علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين نبقى نتكلم على رواق. نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ حضرتك يا استاذ جلال مش واخد بالك انه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث، ومش واخد بالك كمان ان انا ممكن اتحبس بتهمه التزوير. يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل. انا هطعن على قرار الخبير وهطلب تشكيل لجنه ثلاثيه برئاسه كبير الخبراء ومراجعه عقد البيع من اول وجديد. وافرض ان المحكمه ما وافقتش، هتعمل ايه ساعتها؟ يا مدام ملك احنا لسه في اول درجه. حلني يعني، اقعد انا كده مش عارفه راسي من رجلي ولا عارفه اتحكم في حاجه سنتين ثلاثه قدام؟ موت يا حمار. حمار؟ لاحظ ان كلامك جارح. عموما احنا ان شاء الله هنخلص قبل كده بكتير. موت ما نمتش من امبارح. طيب انا هسيبكم بقى لشغلكم وهبقى اطمنك لما اخلص مذكره الطعن. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ملاحظ ان الجدع ده كل مره بيجي بيعكنن عليكي. انا شايف ان انت اتغيري وتجيبي اي حد غيره. والله شكلي هعمل كده وقريب. مين بقى الجدع الليسي ده اللي بيجي بيسال عليكي؟ ده واحد كده حاشر نفسه في كل حاجه وانا بنفض له. كلفنا كتير. معلش بس هيجيب لنا اكتر. انا هروح له.